يقول: عزمت وعقدت النية أن أعتمر عمرة وأهدي ثوابها للشيخ ابن عثيمين، فهل هذا جائز وهل يعتبر غلوا في الشيخ رحمه الله؟ هذا جائز وليس غلوا، هذا لا بأس به. طيب، اهدى ما ورد الدليل به من الأعمال الصالحة مثل الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا وردت به الأدلة، لا يعد هذا من الغلو، إنما هذا من نفع أخيك الميت.